كده؟ احنا عاوزين حل ولا مش عاوزين مجتمع عندنا؟ ما انا قلت المره المليون الجمله دي هختم بيها الموضوع ده. لما حد يبقى عايز يرجع الجماهير لازم انا مثلا انا مسؤول وقاعد على كرسي اللي انا من قادر اعمل اجتماعات واقدر اجمع الناس واخد قرار. تخيل عايز اخد قرار وانا ما عنديش الاراده جوايا، مش مقتنع بالموضوع، فعمري ما هحله وعمري ما هرجع جماهير طالما انا اساسا في فكري وعقيدتي اللي خليها ماشيه كده وخلينا في هدوء. ما عندكش الاراده ولا اللي انا بفكر ان انا ارجع الجماهير، هي دي الحقيقه. لكن تخيل واحد بقى متحمس وعنده الاراده ويتقال في عهدي يرجع الجماهير، هو ده هي ده الاصول المفروض يحصل. مبادرات يعني مش هقول حاجه ممكن تزعل مني، مبادرات عارفين خايبه. واللي يقول لك مدرجات مش عارف ايه خاوه، مبادره مدرجات خاوه، والتاني يقول لك مدرجات بلا تعصب، يعني تعصب اذا كان انتوا اللي متعصبين، اذا كان انتوا اللي بتقولوا لنا في الاعلام الاهلي لما بيلعب الاسماعيلي المعركه معركه مش عارف حربيه ما بين الاهلي والاسماعيلي، انتوا اللي عملتوا كده سنين طويله حتى على المستوى واحنا بنلعب. هي دي الحقيقه. انتوا اللي خليتوها معركه. ولا انا كمان بنتكلم غلط؟ الكرة للجماهير كمان عشان انصف واقول كلمه حق، الكرة للجماهير المحترمه، الكرة للجماهير اللي بتحترم مؤسساتها، الكرة للجماهير اللي راح تشجع ناديها وتسنده وتقف في ظهره وتبقى محترمه في تشجيعها زي ما شفنا النهارده. ده اللي احنا بنسنده وما بنقولش حاجه غلط. لكن الاراده طالما ما عندكش اراده ان انت تاخد قرار هتشوفوا الوضع زي ما حضراتكم شايفينه. هعرض حاجة سريعة لأن مهم جدا الكواليس قبل. أنا امبارح سمعت أو النهاردة الصبح سمعت في اللي بيقرب من النادي الأهلي بيتحبس، بيتحبس عشان السكارف والنغمة، وعيني في شباب صغير بيتضحك عليه، في شباب صغير بيتضحك عليه صدقوني، بيتحبس عشان ممنوع الدخول، أوعى حد يروح. كام واحد كتب لكم كده؟ أنا قلت لكم المعلومة كانت عندنا وبعتذر. لأول مرة لأول مرة في تاريخ البرنامج الكرة والجماهير يخبي على الجماهير حاجة، لأول مرة، لأن لما عرفنا دورنا نساعد النادي وقعدنا يعني امبارح مترددين نقول يا جماعة في بكرة جمهور، والمعلومة اللي عندنا إن لو اللي أنا حكيتها من شوية اللي الجماهير لو حضرت هيبقى لو اتلغى التمرين هتبقى مشكلة، لأن عندك اللعيبة الخبرات في الفريق خمس ست لعيب وفيها صفقات جديده، لو شافت الكلام ده ممكن يحصل توتر. ده احترمنا وجهه النظر واقتنعنا بيها، لكن عشان كده سكت واضطرينا نقول ما فيش، واضطرينا نقول لا هيبقى في مسانده من عند المطار، كل ده عشان خاطر النادي الاهلي، واول مره للامانه نكذب عليكم، هي دي الحقيقه. لكن الجماهير راحت ما شفناش الكلام اللي بيتقال. هعرض لحضراتكم حاجه دلوقتي انا علاقتي بيه محترمه جدا واحترمه، لكن ليا بعض الاسئله عايز اسالها له العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كره القدم. نقلا هتشوفوا حاجه في موقع في الجول دلوقتي وقال كلام بالنسبه لي غريب جدا ودخل مداخلات في راديو انا سمعتها. مع احترامي للبدري الاهلي لا يعاند الاهلي. وبعد كده لا يعاند جماهير النادي الاهلي. وقال كلام واوضح المدير التنفيذي ملعب الاهلي والمساحه لا تستحمل كم الجماهير، هو حضرتك هرد بالراحه، هو استحملت الجماهير في الاعضاء الجماعيه العموميه اللي هم عددهم 160,000، انت ما تعرفش هيحضر لك كام. استحملت في اللائحه الاسترشاديه ودلوقتي بقت ما تستحملش عادي وقبل كده كانت تستحمل؟ لا 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 مش مصدق. ادي دي واحده. ولم تطلب اداره الاهلي اي حضور جماهيري، هو حضرتك انا اقول لجماهيري تيجي واستدعيها، لان حضرتك مش متحدث رسمي للنادي الاهلي. انا استدعي جماهيري في اي وقت لمسانده لدعم، ما بستدعيش جماهيري عشان تروح طرف ضد طرف، انا بستدعي جماهيري عشان تقول الرسائل اللي احنا شفناها. العب افريقيا يا اهلي، العبوا بحماس. فحضرتك مش متحدث رسمي جوه النادي الاهلي، والله بحترمك جدا ومش عايزك تزعل من كلامي، لكن انا بقول لك الحقيقه، حضرتك مش متحدث رسمي للنادي الاهلي. بيقول لك لم تطلب اداره النادي الاهلي اي حضور للجماهير. ده كمان ده احنا في زمن اخبر بقى، ده كده صعب قوي، المفروض اشاور انتوا ايه يا جماعه؟ الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره او واعضاء جمعيته العموميه لا ما بتمسكلناش الخرزانه، يعني نتحرك ازاي على اخر الزمن؟ هو كل حاجه كده؟ لا،
قلت لكم للمره المليون هرجع اقولها لكل الجماهير وكل اعضاء الجمعيه العموميه وكل اهلاوي من اصغر واحد لاكبر واحد. السكوت الاهلي مش ضعف، الاهلي قوي قوي وجامد جدا في قراراته صدقوني. فانت تسيب الناس تتكلم زي ما عايز، في الاخر الجماهير حضرت ولا ما حضرتش؟ مش مطلوب يحصل كلام كتير واهانات وترد عليها، لان المبادئ والاحترام والاخلاقيات من 1907 ل 2017 ده هو ده المبادئ، هي دي الاخلاق، هي دي الحقيقه. فكمان قال ايه؟ الامن لم لا يعاند جمهور الاهلي بل اكبر الداعمين له. هو اللي دخل الامن في الموضوع؟ هو كان في حد النهارده في الملعب؟ هو ليه اقحام الامن؟ الامن بنحترمهم ومحترمين وبيأدوا واجبهم، ما كانش فيه فرض امن واحد سياده العميد. بلاش بقى العقليه الامنيه دي بقى الصعبه بقى، ما تخلي الجماهير بتحترم الامن خلاص، والمباراه شفناها ببرج العرب وما فيش اي مشكله دخول وخروج وتفتيش زي الفل. ما تعاملناش بقى بالعقليه دي لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت. كمان قال ايه؟ ورفض الداعمين، لا يعني الامن كان داعم بشكل كبير، ورفض الفكره حرصا على سلامه الجماهير وتفادي اي ضغط على المدير الفني او رئيس النادي، واتمنى التوفيق في النادي الاهلي مباراه الترجي. حرصا على سلامه الجماهير ورفض اي ضغط على النادي الاهلي، هو جماهير الاهلي بيعمل ضغط على لعيبته؟ ايه السم في العسل ده؟ ودخل ورئيس النادي هو اللي هينزل التدريب. امور الواحد مش مصدق بجد، الواحد مش مصدق بجد. السيد العميد اخرج حضرتك من الدايره دي صدقني، انا بحترمك جدا جدا جدا، خليك بره الدايره دي اللي احنا عارفينها كويس قوي. كفايه علينا اللي منك واللي متلزق عشان المصلحه، كفايه علينا من اللي منك. وقعد يقول من الجماهير مفيش جماهير، محدش يروح، محدش يروح، اول حد يروح والجماهير راح. ولو اتقال لها ما تروحش هتروح، بموافقه مين؟ مدير الفن زي انا ما قلتش، كابتن حسام مدير الفن، ولازم طبعا يرجع لاداره النادي، وده سيستم ومعروف، والناس وافقت وراحت الجماهير وروحت في سلام وهتفت للفريق، ولا دخلت المؤسسات في اي موضوع ولا حد يمسك عليهم حاجه غير هو جمهور محترم. الكلام ده صعب قوي، صعب قوي. على الاقل لو انا مش بعمل برنامج وقريته وبشجع الاهلي وقاعد في بيتي زي ما انت مقعد الجماهير كلها في التلفزيون ماسكه الريموت تتفرج على الاهلي، هبقى زعلان قوي، زعلان على ناديه اللي اسمع الكلام ده بصراحه. عندكم امور كتير جدا تحلوها وتتكلموا فيها وتجتمعوا فيها وتقولوا احنا ما بندخلش في قراراتكم. مش كفايه ماتشاتنا بدون جماهير وساكتين وقلتوا لنا مليون مره جماهير؟ بلاش والنبي العقليه بتاعت ما وافقوش، ما قالوش، ما عملوش، لان انا مقتنع ان الكلام ده ما بيحصلش اصلا. بعد قبل كده حصل من سنه ونص القناه بشكلها القديم لما في مسؤول امني كبير اتكلمنا معاه وقال انا وافقت، اديت موافقه. قلت له امال ايه اللي بيقولوا القرارات اللي كانت طالعه؟ كان ايام جمال علام وكان موجود الاستاذ جمال علام وكان موجود العميد ثروت سويلم، قال لي هم يقولوا اللي يقولوه. انا قلت لحضرتك الحقيقه اللي حصلت النهارده. فطلعوا بعدها قال لك لا الامن بعت من ربع ساعه وطول النهار الكلام موجود، هنعمل ايه تاني؟ هي قلت لكم لما حد يبقى عنده موضوع عايز يحله بقى هي اراده. نروح نشوف كمان، صحينا بالظبط كده قريت الخبر ده الساعه 3:30 3:15 قبل الجماهير وهي بتتحرك رايحه على التتش. الامن يلقي القبض على عدد من جمهور النادي الاهلي، الساعه كام؟ 3:30. الملعب اساسا الملعب اتفتح الساعه 4. حضرتك 3:30 تعمل فتنه؟ طب ايه الهدف من الكلام المكتوب ده؟ كان في موقع الوطن عشان ايه نتكلم بمنتصر؟ طب ايه ما تقول تعامل محترم، جماهير الاهلي منظمه، جماهير الاهلي جايه تساند، هو لازم الفتنه؟ يا جماعه الكلام ده مين بيحاسب؟ ما ده اللي بيعمل الفتنه بجد، ده اللي احنا بسببه تلاقي 72 بيموتوا وتلاقي 22 بيموتوا، ده السبب، ده السبب. وفي الاخر يبقى عادي اللي زي دول ما يتحاسبوش. الامن يلقي القبض على عدد من جمهور الاهلي ولا واحد حصل له حاجه. ده الساعه، هو الخبر كان الساعه 3 وشويه. طب ليه ده؟ طب ليه ده؟
وفي ناس بتقاتل والغريب بيتكلموا باسم الاهلي. اوعى حد يروح يا جماعه، في الناس بتتمسك وبتتحبس، ولا واحد. ما حصلش الكلام ده. مش انا قلت لكم الساعتين بتوع الجمهور اللي كان موجود فيهم، لان جمهور الاهلي في المدرج انسوا بقى الصفحات، وانسوا اللي عامل لي هيرو، وانسوا اللي عامل لي عنتر شايل سيفه، واللي قال لك كمين، واللي قال لك ايه الحاجه، ما حدش يدخل من عند البرج عشان، ولا من نزله 6 اكتوبر. ده في ناس كتبت كلام غريب، ده في صفحات معموله لنا مخصوص بتستنى كل كلمه. يا راجل لو احنا قلنا لكم حاجه غير سند الاهلي، اوعوا تفكروا الكلام ده هنتاثر بيه ولا نخاف. اللي يخاف هو شغال في الاعلام ده ما يشتغلهاش احسن. لكن الحمد لله ملفات دخلناها بتاعت اللجنه الاولمبيه، وكل يوم بنوريكم مفاجات، والنهارده في مفاجاه. والنهارده في مفاجاه. وقفوا الناس اللي دخلوا معانا. لا 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 انتوا داخلين، لا يا جماعه بصوا هم داخلين كده بياخدوهم هم، واحد واحد بيتحبس اهو. هو حد نظمهم؟ انا الحمد لله اللي كاميرا الاهلي دي فيها كل حاجه. شايفين الكمين واقفين ازاي يا جماعه؟ خليكم معايا عشان انا بعد كده هتشوفوا الكلام ده في كل المواقف. ولا في اي حد بره النادي اهو. انا الامن محترم في ممرات، وده اللي احنا طالبنا بيه كتير. واحد واحد داخل صف، اعرض لي الصوره. وادي اللواء شيرين شمس ووليد مهدي، ملف الجمهور معاهم، وبحييهم مره تانية ومليون على السيستم اللي عاملينه. النادي الاهلي دايما المبادره، بحييهم على الشغل. ادي حد قال لهم امشوا في الصف. شايفين بيتاخدوا ازاي يا جماعه؟ شايفين الهتافات بيشتموا ازاي في الاهلي وداخلين يهاجموه؟ دي البوابه الجانبيه اللي بتطلع على المدرج اللي هيروح فيه الجماهير. تحيه لرجال الشرطه اللي كانوا موجودين امام الملعب. واتمنى تبقوا تساعدونا في الكلام اللي بيتكتب دوت، علشان الناس دي هي اللي بتوتر العلاقه. هختم الكلام دوت ايضا، لما جماهير الاهلي ترجع المدرج هتختفي امور كتير جدا 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 بخبره سنين طويله داخل النادي الاهلي. لكن قبل ما انتقل للي بعد كده، مره تانيه كل التحيه والتقدير لجماهير النادي الاهلي اللي راحت وسندت. عملتوا اللي عليكم، رفعتوا راسنا كالعاده، شرفتونا. انتوا تاج على الرؤوس، من اصغر واحد كان موجود في الملعب النهارده لاكبر واحد، والهتافات والرسائل وصلت لنا كبرنامج، ووصلت للعيبه، ووصلت للجهاز الفني. انت عملت دورك وزياده. ان شاء الله الدور اللي جاي هو دور الجهاز الفني واللاعبين. جماهير النادي الاهلي انتوا تاج مره واثنين وثلاثه ومليون، انتوا تاج على الرؤوس. دايما بتعلمونا نرفع راسنا، دايما في المواقف الصعبه وفي الازمات بتبقوا قابلينا كلنا. دايما بتضربوا المثل اللي منكم كتير جدا، اللي معهوش فلوس يدفع عضويه ثمنها غالي جدا، بيبقى قبل اي حد موجود وبيقول التشجيع او حب او عشق الاهلي هو شرف ما بعده شرف. فكل التحيه والتقدير ليكم. انا بشكركم شكرا جزيلا ان انتم بتقووا موقفنا، واللي انتم طول الوقت بترفعوا راسنا. عشان كده كمان لازم اختم زي ما انتم هتفتوا لزمايلكم المحبوسين، ان شاء الله يخرجوا، ان شاء الله يخرجوا، لان احنا نعلم تماما بعض الكواليس فيها ايه، لكن علينا اللي احنا نحترم القضاء ونحترم القانون لو عايزين تبقى دوله قانون. لكن ان شاء الله يخرجونا بالسلامه ونستضيفهم ويوعدونا اللي ان شاء الله هيبقوا بيساندوا النادي الاهلي ويقفوا في ظهر النادي الاهلي، وده مهم جدا جدا. وتحياتي تاني لكل اسرهم اللي مستحملين امور صعبه جدا، بنتواصل معاهم. وان شاء الله ان شاء الله قريب جدا في مفاجاه لكل الاسر. ما بنحبش نقول الكلام ده على الشاشه، لكن احنا مش بعيد عنكم واحنا قريبين منكم. وتواصلوا معانا لو في اي حاجه، لان ده واجب علينا، لان كل نجم داخل النادي الاهلي وكل واحد تعب وكل واحد عمل اسم كبير انتوا السبب فيه، انتوا واولادكم المحترمين اللي احنا شفناهم النهارده. دلوقتي هنطلع لفقره رد الجميل، وبعدها نستقبل اثنين من نقادنا الرياضيين، اثنين محترمين، نسمع ارائهم بعد الاخبار في تونس اللي موجود فيها. كل ده هنناقشه مع الاستاذ الناقد الرياضي بالاهرام الاستاذ حسن خلف الله، وكمان رئيس القسم الرياضي باليوم السابع الاستاذ عمر الايوبي.